مشاهد إنسانية يسطرها رجال الشرطة انطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، كتمكن رجال الحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ عدد من المواطنين من داخل عقار انهار جزء منه وهم بداخله. وتتوالى مشاهد أداء الواجب لرجال الشرطة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بخاصة في المواقف الطارئة، فمنذ الساعات الأولى لهطول الأمطار بعدد من المحافظات تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين وعلى الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، ولم تمنعهم حالة الطقس السيئة من أداء واجبهم، حيث ساهموا في إزالة تجمعات المياه من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية. وتزامن ذلك مع خطة مرورية محكمة نفذتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتسيير الحركة المرورية، بخاصة تلك التي تعرضت لهطول الأمطار، من خلال تكثيف الخدمات المرورية ونشر سيارات الإغاثة المرورية والدفع الرباعي والأوناش لمساعدة قائد السيارات، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لسرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات ورفع المعوقات المرورية. كما تقوم الخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع بإغاثة المواطنين ممن تعثرت سياراتهم وسط المياه وانتشالها ومساعدتهم في الوصول لمنازلهم. سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات والتواجد الأمني الفعال رغم شدة الأمطار إنما يعبر عن حجم ما تبذله وزارة الداخلية من جهود تحت أي ظرف لمساعدة المواطنين ودعمهم.